بمناسبة عيد الشجرة وتواصل مع العمل اللي عملناه من قبل مجموعة مد السلوك مد العقلية ونايتي أم بي سي فور فو. عملنا نهار 25 أكتوبر تنظيف البلاصة ومن بعد خممنا اللي نهار عيد الشجرة نكملوا نعملوا اون سويت خاطر احنا ديجا ديما الخدمة نتاعنا متواصلة ماشي باش تقف في نهار بركة وضغط جهود وتلمدوا برشا اخوات وبرشا عمل بجبنا لي بلون وخممنا كيفاش يزينوا شوي هكا الكل باش نحاولوا نخليه يقعد العمل هذا ما يتمسش اللي نتمناه كون المواطنين لهنا والمسؤولين يحاولوا يكملوا الخدمه اللي بديناها احنا والناس كلها تضاف جهودها في القضايا كونتينيو وان شاء الله العقليه هي ذيك اللي تتبدل باش نعرفوا الناس الكل وتولي الدنيا نظيفه.